خلونا نستعرض مع حضراتكم الجولة المرورية ونروح بسرعة نبص على شوارع القاهرة وباقي المحافظات. خلينا نبتدي من محافظة القاهرة اللي فيها كثافات بتزيد مع دخول ساعات الذروة الصباحية. لو بدأنا من الكورنيش هنلاقي كثافات مرورية متقطعة من المظلات وباتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه للمؤسسة في سيولة مرورية. المتجه لكوبري أكتوبر ورايح للعباسية هنلاقي هناك كثافات مرورية متقطعة ومكملة لحد غمرة، أما اللي مكمل في اتجاه العباسية هنلاقي كثافات بسيطة وبتبتدي تزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان في كثافات تانية في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر وده بسبب زيادة أحمال السيارات. نفس الموضوع للمتجه من ميدان التحرير ورايح لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة، وظهرت كمان كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري. لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك برضو كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين، وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي. هنفضل مكملين لحد كوبري الروضة وهناك برضو بعض الكثافات، أما نفق الأزهر في انتظام لحركة سير السيارات وسط متابعة مرورية وده في الاتجاهين. كمان بتظهر كثافات مرورية على الطريق الدائري في منطقة السلام وداخل النفق اللي قادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، ونفس الموضوع للمتجه من المنيب وفي طريقه للأوتوستراد والتجمع، وكمان في الاتجاه العكسي اللي قادم من المعادي لمناطق الجيزة، ونفس الموضوع في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. دلوقتي هنروح لمحافظة الجيزة ونبدأ من شارع الهرم اللي طبعا بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين. كمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان ومكملة لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة، أما محور صفت فيه كثافات مرورية وبتزيد مع اتجاهنا لجامعة القاهرة. اللي جاي من الدائري المنيب ومتجه لميدان لبنان او المهندسين يفضل انه يسلك طريق محور الفريق كمال عامر بسبب السيوله المروريه اللي خلقها المحور. ولو رحنا لشارع فيصل بيشهد كثافات مروريه في الوقت الحالي بدءا من محطه المريوطيه والحد الطلبيه، اما محور 26 يوليو في سيوله مروريه للقادم من اكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي. الاتجاه الاخر المتجه من لاكتوبر في سيوله كمان مروريه، أما اللي قادم من أكتوبر وفي اتجاهه للدائري ما زال الطريق مغلق والاتجاه إجباري ناحية نفق حازم حسن ومنه لمحور 26 يوليو أو محور رود الفرق أو يسلك الطريق السياحي. بيشهد كمان الطريق الدائري كثافات متحركة في نزلة شارع البحر الأعظم وصولا لمنطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، بعض الكثافات هناك على الدائري المريوطية المتجه من الصحراوي وحتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. دلوقتي هنروح لمحافظة القليوبية القادم من الزراعي، بتظهر عليه كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن أصبحت أقل من المعتاد شوية علشان كمان بعد كده بيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة سير السيارات وده لسحب أي كثافات مرورية ممكن تظهر على الطريق لمنع أي ظهور للزحام المروري للمركبات. كمان انتظمت حركة سير السيارات في الطريق الزراعي أمام اللي قادم من مدينة بنها وفي طريقه لميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا أن مطلع كوبري أها في بيشهد بعض الكثافات المرورية المتحركة بسبب أعمال الصيانة اللي بيشهدها الكوبري. كمان انتظمت حركة سير السيارات بطول كورنيش النيل في منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية. أما اللي قادم من طريق شبرا بنها الحر ومتجه لمدينة نصر ومصر الجديدة يسلك محور العصار هيختصر عليه طريق طويل قوي، أما الطريق الدائري بشكل عام كويس ما عدا بعض المناطق اللي فيها أعمال بيكون فيها كثافات بسيطة. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد بورسعيد، هنلاقي هناك سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات النتيجة المعتادة للذروة الصباحية زي شارع مثلا جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح لطريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية ومكملة لحد آخر الشارع. كده خلصت جولتنا المرورية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كمان في نشاط للرياح على كافة المناطق وده مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 35 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في قنا 42 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 29 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.